منو هذا؟ دا يحيى ولد عم البنات. مصيبة صابته، مو كان ضايع هذا، من وين طلع؟ وبعدين شو يبي جاي؟ دا جابته نور امبارح، قالت لي خليه عندك وخذ بالك منه. انزين روح شغل السيارة انا جاية. طيب بس اجيب المفتاح. اوكي. انت مو كنت ضايع؟ من وين طلعتيني انت؟ منو؟ انا فوز مرت عمك مالت عليك. ها ليش تحاجيني كذي؟ والله عاد كيفي، مو انت تعلمني شلون اتحكى بالطريقه اللي تريحني. الا ما قلت لي حليمه وين هي؟ حليمه ما ادري عنها، يمكن تلقينها بالسما. قاعد اسالك رد علي، حليمه وين؟ اوكي روحي دوريها، تلقينها يا بالبار يا بالبحر يا بالسما يا بالارض، روحي دوريها يمكن تضيعين بعد. ضيعوك ان شاء الله، قاعد تستهبل ها؟ مو مشكله. الظاهر وايد همتك. اكيد لا، وقريب بتخلص منكم. من تقصدين؟ انتو ربعك. ايه هذا انتو، تغيرتوا، اي احد يوقف بطريقكم ولا يهددكم ويهدد مصالحكم تخلصون منه. واي تحر، مو مشكله، انا طالع عندي كم شغله اخلصها وردت لك دواك عندي. الو هلا فطيم. اي قاعده يعني ايش رايك؟ صدق كلمت؟ ايش قالت؟ ونوسه اي زين اليوم انا بحاول اليوم اكلمه. اوكي باي باي. صباح الخير يا يدي. صباح النور. يعني يا حلوك يا حلو الصبح بويهك. ذمتك وكان عندك ضمير مثل ضمير يدك. وي مو احلى من رقعت وي امك. اصلا يدي بدون ما تقول على قولتهم الشياب الصين للطين. انا توني اكتشف ان حفيدتي دمها خفيف طالعه عليها. من زمان وانا اقول حق ابوك لا تخلي زوجتك تقعد مع بنتك وايد. ها صار لك يومين بس قعدتي معاي صرتش حلوه وطينتش خفيفه. الله يحفظني. وبعد في تطور للاحسن بعد. يدي انت تدري شنو؟ انت سعاده، انت احلى شيء بالحياه. يا حبيبتي انت يلا طريقه طريقه، هذه خبزه وهذا عسل، عسل حلو. ابيك تطريقين عدل. امك قاطعه فيك مخليه بطنك لاصق بظهرك، ابيك تصيرين مربربه تغدي. اوكي. يدي نسيت الموضوع كلمتك عنه. اي موضوع؟ يدي ايش فيك؟ موضوع المسرحية. اي حاضر حاضر. تامرين امر تدللين. يلا. خوش عسل هذا. لا ما احب العسل. ليش؟ انت عسل. اللهم طولك يا روح. انت هني؟ لا هناك. انت وينك؟ صار لي ساعة ناطرتك. ساعة بس؟ وش المشكلة نطري؟ دامك نطرتي ساعة لنطري ساعة بعد على ما اشرب قهوتي. سنتيا سوي لي قهوة. حسبي الله عليك. انت شكو؟ ها حاجيك لا تراديني. سمعي كلامي امشي وراك. لا تطولين وهي قصيره يا يبا، خلصي دوامك وتعالي. يلا 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 طسي يلا عد. يلا يبا الله يهداك. يبا الله يهداك، خليتني اتاخخ على الدوام، ليش ما قعدتني؟ ليش انت موصيني اقعدك؟
وما قعدتك؟ قاحت علي نومه. عادي حاجيك يبوي. اليوم ابيك تجي على الغداء. ها مو ما تجي، تعال. ليش صايغ؟ لا ماك شيء صايغ، ماك شيء صايغ ابد، سلامتك ماك شيء، بس ابيك تجي. اكيد بيي وين بروح؟ اكيد بيي هني على طول. اي 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 عاد عاد اليوم انا طابخ طبخه يا على كيف كيفك، متنقص لك كم زبيديه اكلنا بحري، شرط تلحس الماعون لحاس. يا بنت ايش سالفتك؟ من متى تهتم وتشيل وتحط وتطبخ؟ ايش صايغ؟ من زمان ولا يا يبا، انظف بنفسي، اطبخ بنفسي، عايش بروحي. وهم يا يبا ما ابي احسسك انك انت ما عندك مره في البيت وما حد يطبخ لك، عادي اطبخ هالكم يوم لما توصل الخدامه. انت قاعد تسوي هالسوالف كلها عشان ما تبيني اخذ حق خزن، صح ولا لا؟ اي ما احبه، ما اشتهي بعيشه الله، ما وطنا هالمره، ما ابيها، ما احبه. اي خوش خوش يبا. صادني اي ما احبه، ما اشتهي بعيشه الله، من زينه رزن ورزن. اوف انت الله، بس لو يصير بس اللي ببالي. يا 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 خل الحق. مدام بي احد يا بنا انت؟ منو؟ ما ادري، طه اقول يا بنا انت. زين روحي انت ان شاء الله. صباح الخير. صباح النور. انت شنو ما راح تداومين كلش؟ يومين ثلاث ايام وداوم لحق على الشغل. اي زين الله يوفقك. انا ماشيه، تبي شيء؟ لا مشكوره، باي. تقعد؟ تريقت؟ اي انا اكلت مع طه. متى نروح البيت؟ تبين اهد كل شيء واخليهم؟ وكافي اللي راح؟ زين وديني بيت رزن، خلي قاعد عند حمد. ليش فيك؟ ما أدري، أنا مو مرتاح قاعد هنا. زين خليك كم يوم هني، وإذا ما يازلك الوضع أوديك عند حمد. زين إن شاء الله. يلا وين بتروحين؟ عندي شوي شغل أخلص وأرجع، إذا بغيت أي شيء دق علي. ها إن شاء الله.